السلام عليكم كابتن رامي، معكم بحييكم في الصباح الجميع. خطر على بالي خاطره، لو كل شيء في حياتنا سهل ميسر بسيط كان كنا فشلنا، صح؟ اعطيكم مثال، لو تجاره التلفونات سهله، اي واحد بيفتح محل سهل جدا يفتح محل رخيص جدا بكلفش، تمام، محل تلفونات، وسهل جدا نلاقي موردين يعطوني ارخص الاسعار وكل شيء، تمام، سهل جدا، ولا في تعقيدات ولا في هاي ولا اي شيء. شيء يفتح بس ما تعال يلا افتح محل وحط موبايلات وبثواني يعني امورك تمام، كان كنا فشلنا كما حدا سمع التلفون. انا امير وانت امير، مين راح يسوق الحمير؟ لما كلنا كل امور كلها سهله معناته كل الناس راح تفتح محلات موبايلات، فليش راح اروح اشتري من عندك؟ انا بفتح محلي الخاص. انا بفتح محلي الخاص، ليش اروح عندك؟ تمام؟ ليش اكسبك؟ ركزوا على الكلمة هاي بين قوسين. ليش اكسبك؟ بكسب انا لحالي، ليش اشتري من عندك؟ وفي ألف واحد غيرك، اخذ منك انت ليش؟ تمام؟ نفس العملية انت راح تقول، ليش تيجي عندي؟ انت بتقدر تفتح محلك الخاص. ولا في عندي 1000 2000 10000 واحد غيرك تشتري منه، ليش تيجي عندي؟ واضحه؟ نفس العمليه لو افتح مطعم، وسهل الموضوع، سهل جدا، افتح مطعم وجيب منيو وحط هاي، وخلال يعني يومين ثلاثه انت مخلص امورك، فاتح المطعم، كل شيء خلصته بشهر، بيوم، اسبوع خلصت كل شيء، فتحت مطعم. 1000 واحد راح غيرك راح يفتح مطعم، نفس الاكل، نفس كل شيء. انا وين بدي اروح؟ بروح عند اي واحد. وليش اصلا اروح عندكم؟ بقدر افتح مطعمي الخاص. موضوع جدا سهل، بفتح مطعمي الخاص انا، ولا جبلت فلان ولا علان. نفس الشيء سيارات، نفس الشيء لو افتح شركه مقاولات، نفس الشيء لو افتح محل حلاقه ولا صالون نسائي ولا مكتبه ولا اي شيء. الموضوع سهل. لو كل واحد بيجيب 50 بدرس طب، الموضوع دراسه طب سهل، كان كل الناس صار دكاتره. طب انا دكتور وانت دكتور، ومين راح يكون النيرس؟ مين راح يكون مدير المستشفى؟ مين راح يكون مهندس المعدات الطبيه؟ مين راح يكون الفني اللي بده يصلح لي الكهرباء في المستشفى ويحط التمديدات؟ مين راح يكون السكيورتي بده يحط لي انظمه امن خاصه خارقه عشان نمنع التطفلات والمتطفلين في المستشفيات؟ مين شركة النظافة اللي بتنظف ورانا وقرفنا لما نطلع من العملية؟ ومن 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 ومن؟ ما حدش، معناته كلنا راح نفشل. كلنا راح نفشل. كلنا بدنا أولادنا مهندسين، كلنا بدنا أولادنا دكاترة، كلنا بدنا أولادنا صيادلة، صح؟ هذا على سطير على أيامي، دكتور صيدلي مهندس، ودول ثانية دكتور صيدلي ودكتور مهندس ضابط، ودول ثانية حسب. فبالتالي صار عندنا طفح. يلا على التدريس، يلا مهنة من أي واحد مش لاقي شيء في حياته، يلا صار مدرس، يلا بتاع ربنا. والعباقرة بيدرسوا طب. ليش؟ ما يهسم مرميين، مش كل واحد درس طب صار فعلا اسمه دكتور حقيقي، بشر. بني آدم. في النهاية احنا بشر. نتغير، ممكن دكتور نفسه يمرض في المرض اللي بيعالج منه الناس. دكتور تخصص اورام، يمكن اول واحد يصيبه او سرطان ويموت فيه، تمام، تخصص كلى سالك بولي يمكن هو نفسه يصيبه فشل كلوي، ويا ما ناس تخصص صدري اول واحد يصيبه سرطان صدر رئه، جراح مخ واعصاب يمكن اول واحد يصيبه جلطه في الدماغ، تمام. فانا امير وانت امير، مين راح يسوق الحمير؟ فبالتالي رب العالمين خلقنا ان سعيكم لشتى، منوع، بحيث نقدر كلنا نخدم بعض، نخدم بعض. انا اليوم موظف بنك، انت عندك مثلا عندك دكاني، بتخلص دكان تيجي تودع الفلوس عندي، بخلص انا المسؤوليات، بمر عندك على دكاني بشرح احتياجات بيتي، بعدين بروح على المكان هابر بعبي بنزين سيارتي، تعال راعي البنزين محطه البنزين بده يروح على ايش عندك على البقاله، تعال البقاله بده يروح على البنك يعني كلنا محتاجين لبعض، خدمه بعض. فما في حدا احسن من حدا. لو انا عندي روز رويز بنشره السياره، بدي اروح على البنشار جي يمكن معوش مش امي لا يقرا ولا يكتب، بس محتاج خدماته، هو محتاج فلوسي،
ما في حدا احسن من حدا، ما راح تكبر عليه، صلح لي غصب عنك، طص فيك، بديش اصلح لك، نشوف شو راح تسوي. لازم يكون في احترام بين الناس، واحترام وتقدير لكل مدام واحد مهني شريفي. تمام، باكل بعرق جبيني، بطل في عرق لا مهلا في مكيفات. تمام، فأنا أمير وأنت أمير، مين راح يسوق الحمير؟ الحياة تعاون، مش فقط وظيفة، مش فقط إنه خلاص إذا ما حصلتش وظيفة بموت من جوع، إذا ابني ما درسش طب أنا خلاص أنا راح أتبرى منه، إذا ما صارش إذا ما تخرجش ابني من الهندسة وصار مهندس قد الدنيا معه أنا راح يعني انتهت حياتي هيك، يعني أتوارى من سوء ما بشر به. لأ، الحياة أوسع من هيك بكثير، نتعاون. يوم انا هيك، يوم هيك، يوم خلص الدوري كموظف، صرت هسه مثلا دخلت مجال الاعمال، دخلت مجال هاي التدريب، تمام، ابني ما توفقش في الجامعه مش مشكله، بشتغل اي شيء ثاني بعدين، ممكن بكمل دراسات، وبعدين الهدف من الدراسه فقط قصاص ورق اكل منها خبز، والهدف الدراسي اللي هي التعليم، اني اتعلم اكون بشر له بصمته في الدنيا هاي، مش مجرد قصاص ورق اكل منها خبز. اذا كان فقط موضوع اكل خبز، في كثير طرق ناكل فيها خبز. يعطيكم العافية.